واحد 18 مليون 19 هزيتها وحتى شاف واحد الدويره وباقي كتشوف فيها باقي ما خديتيهاش. حاطين وليداتهم كيقراو خاصهم يحولوهم، هما للاسف ما حولوهمش لاجل هذا السبب هذا. يعني حتى اللي غيعطيك جواب صريح ما كاينش اللي كيعطيك جواب صريح. يتحمل المسؤوليه هو المدير الكبير يعني ديال هذا المشروع هذا. أزمة العقار تعود إلى الواجهة، هل هو نصب متعمد أم هي إجراءات مطولة؟ مواطنون كافحوا من أجل اقتناء شقق سكنية، منهم من عمل جاهدا سنين طويلة، ومنهم من لجأ إلى الأبناك بحثا عن قرض يستلم به شقة، ليصطدم بخبر عدم توفر الشقق رغم تسديدهم أثمنتها. قضية العقار والمشاكل التي تلاحقها ظهرت من جديد، فبعد عملية النصب من طرف شركة باب دارنا، ظهرت اليوم شركة الأبرار. المواطنون يستنكرون المراوغات التي تعتمدها الشركة المذكورة لتبرير المشكل الرئيسي وهو عدم استلام المواطنين لشققهم. السلام عليكم، معكم مروان تيريري، مستفد من واحد الشقة اللي شريتها مع الأبرار. المشكل يعني اون جينيرال كان واحد خير بزاف، تقريبا الريزرفاسيون كانت في 2018. هاد الناس وعدونا على اساس انهم غادي يقدموا لنا السكن من بعد واحد العامين، كنتفاجئوا انه دات 2019 2020. هاد الناس ملي كتعاود تجي عنده في 2020 وكتقول لهم فوالا امتى غادي نسلم الشقه ديالي، كيبقاو يجرجروك شهرين من بعد شهرين، بقات واصله حتى 2021 دابا، يعني 3 سنين. اخر مساله دوينا عليها اننا مشينا للمركز الرئيسي ديال مجموعه الابرار، قال لك اودي صبروا عنا واحد شهرين، في شهر 6 غادي يكون يعني اخر اجل. ملي كنجيو شهر 6 عاوتاني كيقول لك اودي راه كاين غير واحد المشكل بسيط وهذا سميتو، عطيونا واحد الشهر ولا شهرين. دابا حنا في شهر 10، يعني بحال قلتي الاجل وصلت عليه، فات عليه واحد 4 شهور. ملي كنجيو اليوم وكنهضروا كنتفاجئوا بواحد الجواب بسيط، انه حنا راه ما عارفين والو بالنسبه لي ريسبونسابل. دابا حاليا اننا دوينا وخدينا قرار بمجموعه ديال هاد الناس كاملين اللي شارين في هاد المشروع هادو اللي باقي ما تسلموش، على اساس انهم الا ما تسلموش الديور ديالهم من هنا قبل راس العام انهم غادي يدخلوا الديور ديالهم حتى يدار شي حل. يعني ما يمكنش واحد انه كاري بواحد 3000 درهم ولا 3500 درهم ودافع اكثر من 80% ولا 90% وغادي يبقى يدور في ديور الكرا. يعني حنا اللي مضرورين بزاف، وهاد الناس هادو ما كيقيلوا حتى شي اعتبار على اساس انت راه عندك الفلوس موجوده ولا شي حاجه. كنتمناو ان هاد الميساج هادو يوصل للمركز الرئيسي ديالهم وانهم يديروا شي حل معنا، لحقاش الناس راه ضرات بزاف، وراك عارف لا كريز كورونا، الناس كاينه اللي ما خداماش، كاينه اللي الناس اللي عندها هاد السكن ديالها هو اللي غيقدر يبني ليها الراحه ديالو زعما باش يقدر يسكن مرتاح، كيتفاجئ بهاد المشاكل كامله ما كيقدر يدير والو. الناس كتعاني من 2018 كما قلت لك، كاينين الناس اللي من 2018 وصبرات واحد العامين وتفاجات من بعد بانه مازال واحد التاخر. ومن خلال الاجوبه اللي كناخذوا من عدد الناس هادو يعني ما كيبانش لك واحد الجواب صريح. ملي كتسول على المشكل ما عارفينوش مناش. كنقولوا المشكل انه التيترات باقي ما خرجوش ديال الدار، ان مشكل في دار العقار، ان المشروع فيه مشكل، ان المشكل انه المشروع جاهز مفيني ولكن التسليم ديالو كاين فيه مشكل. يعني حتى اللي غيعطيك جواب صريح ما كاينش اللي كيعطيك جواب صريح. يتحمل المسؤوليه هو المدير الكبير يعني ديال هذا المشروع هذا. كنعرفوا ان المدير عنده الشقق، عنده الاراضي المجهزه، عنده مشاريع خارج من كازا، هو اللي خاصو انه يدير لهاد الناس حل. شي لو كان انه الجواب يكون صريح، هاد الناس يجيو عندك يقولوا لك فوالا غادي تصبر واحد العام، راه المشكل مناش، ها لا استراتيجي اللي متبعين باش الناس يتسلموا في الوقت. كيبقاو يجرجروا فيك على اساس انه الثقه ما كتبقاش عندك انك تمشي تشري في شي مشروع اخر ولا شي حاجه. كنتمنى هاد المشكل هذا يتحل في القريب العاجل، ولا غادي نلجؤوا حتى حنا للمحكمه، لحقاش ما يمكنش لينا انه الانسان من بعد واحد عام ولا عامين وكيتصاب هو انه باقي كاري بواحد 2500 درهم ولا 3000 درهم، راه يكون ضرر كبير، راه ما يمكنش. راه كاين الناس اللي دافعه 17 مليون وكاين الناس اللي دافعه 18 مليون، يعني اكثر من 80%. علاش؟ على اساس انه يقول لك مثلا ندفع قد ما دفعت انه غادي يتحيد عليا، ولكن ملي كتفاجئ انك راس مالك كامل واحد 18 مليون 19 هزيتها وحتى شاف واحد الدويره
وباقي كتشوف فيها باقي ما خديتيهاش وباقي كاري بواحد 2500 درهم ولا 3000، راه حنا اللي خاسرين زعما، يعني ما يكونش ضرر اكثر من هاد الضرر. الكونترا او العقد فيه 24 شهر ولكن للاسف لا يتم الالتزام بهذا العقد وبهذه المده ديال هذا العقد. للاسف ماشي غير في هذا المشروع، عندنا مشاريع متعدده على في ربوع المملكه. للاسف هاد المنعش العقاريين ما كيوفيوش بالوعد ديالهم في الالتزام بالمده الزمنيه المحدده في العقد بجميع المستفيدين. للاسف كنشوفوا هذه الدائره متناميه ومستمره مع الناس، والناس كتعطي الاموال ديالها وكتعطي فلوسها والناس غاديه كاريه وكتخلص الكرا وكتخلص مزيان وكتنتظر، ولكن وعد ورا وعد. دابا حنا كنشوفوا كانوا وعدوا في شهر 6 في 2021، للاسف ما تمش الوفاء بالوعد. كذلك تم الوفاء في شهر 8 ما كاينش الوفاء. دابا هما داخلين حتى شهر 12 والناس حاطين وليداتهم كيقراو خاصهم يحولوهم، هما للاسف ما حولوهمش لاجل هذا السبب هذا، وغادي يضطروا انهم يحولوهم حتى لمنتصف السنه يعني في شهر 1 ولا امتى، وبالتالي كيحصل حتى التاثير على الجانب التربوي او التحصيل التعليمي للتلميذ. يعني هذا الامر كيرجع الانعكاسات ديالو على الاسره بكاملها، على مستوى استقرار الاسره وعلى مستوى استقرار التلاميذ وليداتهم. للاسف حنا كنجدوا من هاد السلطات المحليه او الجهه المسؤوله في الدوله انها تدخل وتدير شي قانون يكون صارم في هذا الباب هذا، باش الناس ما يبقاوش انهم كيتهضموا الحقوق ديالهم في هذا الجانب، وكيتم زعزعه الاستقرار الاسري وهذا التماطل هذا اللي كتعاني منه الناس اللي كتبغي تستافد من هذا النوع ديال السكن الاقتصادي. ارى الاغلبيه كتحتج على هذا الشيء كل مره وكيحضر واحد العدد معين، كيعطوهم يعني كيجيو واحد الان باقين في مسار التواصل وفي الحوار، ولكن للاسف كتلقى غير الوعود سويفات بدون نتيجه. اما الان كان مفترض يسلموا لهم شهر 6 ويستافدوا من ذاك الاعفاء ديال التسجيل اللي دارته الدوله، ولكن للاسف ما كيستافدوش الناس من هذا الامر هذا بسبب هذا التماطل وهذه التسويفات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.